صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، وطبعا في نهارك سعيد دايما بنبتدي معاكم بفقره الصحافه. ومعانا في الاستوديو الصحفي محمد طلعت الهواري، الصحفي بجريده المصري اليوم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا بينا. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. عندنا احداث كتيره واخبار اكتر كمان، فخلينا نبتدي على طول من جريده المصري اليوم والصفحه الاولى. وضع الجيش يفجر معركه المبادئ الدستوريه. المصري اليوم الصفحه الاولى: العليا للانتخابات، اقتراحان لتصويت المصريين بالخارج، وعيسوي مستحيل. المصري اليوم: شرف ينهي أزمة القضاة والمحامين بجلسة صلح. الشروق الصفحة الأولى: انطلاق معركة الدعاية الانتخابية رسميا. جريدة الأهرام الصفحة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء يدشن مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا. الأهرام صفحة 3: عيسوي: لدينا تخمة في عدد الضباط ولا تنصت على المواطنين. الأهرام الصفحة الأولى: طنطاوي وعبد الجليل يبحثان آفاق التعاون بين مصر وليبيا. المصري اليوم الصفحة الثالثة: حملات محلية ودولية ضد حبس علاء عبد الفتاح، والآلاف يتظاهرون للإفراج عنه. طيب خلينا نبتدي على طول. والمصري اليوم: وضع الجيش يفجر معركة المبادئ الدستورية. ويمكن امبارح حصل بلبلة كبيرة جدا بين في الأوساط السياسية عن المبادئ الحكيمة الدستورية دي. يا ريت حضرتك تدينا تفاصيل أكتر. هو كان في لقاء دعا لي الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء على طول أول ما تولى المنصب، وقال إن احنا محتاجين يكون في تعديلات وأمور تتعلق باللجنة التأسيسية اللي هتضع الدستور وحسم بعض المواقف المتعلقة بالدستور والمبادئ فوق الدستورية. وكان بيتحدث كمان عن إصدار ما يشبه إعلان دستوري جديد أو وثيقة دستورية علشان تنظيم الأوضاع الملتبسة اللي احنا بنتكلم فيها من ساعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة. وكان واضح أن في جدل كبير جدا، في قوى مش عايزه اصلا تحضر الاجتماع، في قوى تانية بتقول لا مش عايزين الالتفاف على اراده الشعب. الاخوان المسلمين ما حضروش. الاخوان ما حضروش، والاحزاب الاسلاميه بصفه عامه سواء السلفيه او الاخوان المسلمين او الاحزاب الحزب الخاص بجماعه الجماعه الاسلاميه نفسها. حصل ان تم عقد هذا اللقاء بحضور مجموعه من الوزراء. في بعض القوى السياسيه زي ما قلنا تخلفت تماما عن الحضور، ولكن في قوى اخرى كانت حاضره. يمكن لو احنا حبينا نتكلم عنهم من ضمنهم حزب التجمع والجبهة والإصلاح والمصري الديمقراطي والوفد والمصريين الأحرار والتحرير. كان في بعض انتقادات لوجود بعض رموز الحزب الوطني المنحل، وده أثار استياء البعض، حتى كان من ضمنهم حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللي انسحب حتى من اللقاء نظرا لاعتراضاته كمان على أمور أخرى. كان الجدل اللي داير في هذا الاجتماع يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية في الدستور، خاصة ما يتعلق بموازنة القوات المسلحة. وكان النقاش أنه المادة التاسعة بتتكلم ان احنا مش هنناقش هذا الموضوع في مجلس الشعب، خاصة من موازنة القوات المسلحة، ولكن ده شيء يتعلق والتشريعات الخاصة به تتعلق بالمؤسسة العسكرية بعيدا عن مجلس الشعب. ويمكن ده برضو أثار استياء الكثيرين الحقيقة، فكرة إيجاد وضع خاص للمؤسسة العسكرية في الدستور ده محل نقاش حتى منذ اليوم الأول للثورة. وكنا بنتكلم في نماذج كتير، يعني على النموذج التركي على سبيل المثال، بنتكلم على نماذج أخرى. هل يكون الجيش ضامن للدولة المدنية، أم هل يكون له وضع خاص في الدستور، أم هو مؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة وتخضع لمجلس الشعب وللحديث عن موازنته في مجلس الشعب والنقاش حولها عن طريق لجنة الأمن القومي. كل دي أمور الحقيقة كانت بتناقش، ولكن فجرت أزمة كبيرة جدا في مجموعة من القوى السياسية اللي حضرت الاجتماع. ومتهيألي كمان في كتابة الدستور نفسه، اللجنة اللي هيتم تشكيلها عشان مناقشة الدستور، مثال ال 20 يعني هو اتقال ان هو احنا بنتكلم على 100 عضو هم اللي هيعملوا الدستور، هي دي اللجنة التأسيسية اللي هتعمل الدستور. فامبارح كان الاتفاق في هذا الاجتماع ان يكون 80 عضو من خارج البرلمان و20 عضو من داخل البرلمان، على ان يكون الاحزاب ممثله من خلال ال 20 عضو دول بحد اقصى 5 أعضاء من الحزب الواحد. طيب وال 80 دول هيتم اختيارهم من قبل المجلس العسكري؟ هو ما فيش للاسف اي تفصيلات تتعلق بايه هي معايير الاختيار اللي هيتم. حتى معايير الاختيار هتتم، واحنا منتظرين وحسب كلام وتصريحات دكتور علي السلمي انه بيدعو القوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع الى الاجتماع به مرة أخرى والحصول على أو الوصول إلى نقطة توافق، وبمقتضاها يتم إعلان التفاصيل كلها في مؤتمر صحفي في أقرب وقت ممكن. نتمنى أن يتم حسم هذا الأمر سريعا يعني. لا وبنتمنى كمان في يمكن أكتر من بنود تانية مفروض كمان يتم
الفصل فيها ويتم البت فيها قبل ما ندخل الانتخابات لازم ده لو في اصلا بس يعني الفكره نفسها لا ان شاء الله يعني ان شاء الله بنتمنى بس يعني انا بتمنى بس لو هنعملها صح فتمشي صح يعني لازم يعني قانون العزل السياسي لسه لحد دلوقتي ما تمش فيه حاجه يعني في اكتر من حاجه كتير معلقه وبعدين للاسف الشديد احنا الفتره الانتقاليه زي ما كل الناس متفقه الفتره الانتقاليه لما بتطول المشاكل هتكتر يعني الحل هو ان يكون هناك توافق وتوافق في اسرع ما يمكن يا جماعه في امور اساسيه يجب ان نتفق عليها بالزبط. ولكن في امور تفصيليه ممكن نتفق عليها لما تكون الاوضاع اكثر استقرارا بالزبط. مما هي عليه الان بنتمنى مصر اليوم الصفحه الاولى العليا للانتخابات اقتراحان تصويت اقتراحين لتصويت المصريين بالخارج وعسوي مستحيل ايه الموضوع ده مش كنا قلنا ان خلاص المصريين في الخارج هيصوتوا وده هيحصل وبقى ايه اللي بيحصل يعني خلينا نتفق بس ان احنا الاربع اللي فات لما كنا بنقول الخبر بتاع محكمه القضاء الاداري طلعت القرار بتاعها بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسيه وان الدوله يجب ان توافق اوضاعها على هذا الاساس يعني الحكومه انها تبحث بقى ازاي هتعمل عمليه التصويت احنا قلنا ان احنا هيتقال من دلوقتي الكلام ده كان الاربع اللي فات ان هذا الامر يحتاج الى تعديل تشريعي وان احنا يصعب دلوقتي ان احنا نعمل ده في غياب مجلس الشعب وبالتالي هننتظر بقى ان شاء الله لما مجلس الشعب ينعقد وبعدين يتم مناقشه هذا المشروع في الدوره البرلمانيه الجديده ونشوف بقى هتوصل لايه في الاخر زي موضوع القضاء برضو اللي هيتناقش في مجلس الشعب ده يعني ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت فهو نفس الكلام المره دي بيقوله اللواء منصور عسوي وزير الداخليه وبيقول ان هذا الامر يعني شبه مستحيل ان احنا يتم تصويت المصريين في الخارج لان الخارجيه ما عندهاش احصاء كامل بعددهم والمره يعني. الثانيه يعني ده الكلام اللي بيتقال النقطه الثانيه انه مفيش اليه معينه علشان يتم بيها الانتخابات في الخارج في كل الاحوال تونس ما في كل الاحوال دي الاقتراحات حتى اللي اتكلم فيها المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات قال ان في اقتراحات عديده احنا ناقشناها من ضمنها ان الانتخاب هيكون في السفارات وان احنا مش هيبقى في اشراف قضائي على الانتخابات بالنسبه للمصريين في الخارج ولكن هيبقى القنصل هو او السفير هو اللي بيشرف على الانتخابات كانه قاضي يعني ده وهو ده التعديل اللي هو الاقرب الى التوافق العام عليه يعني طب احنا بندعو كل المصريين ان هم يجوا مصر قبل الانتخابات يعني لا مش لازم حتى التصوير يطلع من بره بس احنا بندعوهم قبل الانتخابات يعني احنا شفنا تونس شفنا العراق قبل كده شفنا السودان حتى في يعني الكلام ده كله تم يعني ولكن الموضوع مش بالصعوبه قوي ولا هو مستحيل يعني حتى زي ما قال سياده اللواء منصور عسوي ومن ضمن الاقتراحات كمان ان احنا هنقسم العالم الى مناطق وهذه المنطقه يكون ليها عاصمه معينه هي دي اللي هنبعت لها القاضي اللي هيشرف يعني في اقتراحات كثيره جدا جدا ولكن في كل الاحوال حق المصريين في الخارج في التصويت في كل الانتخابات التي تجري على ارض مصر هو حق مكفول تماما وحتى كمان مكفول بالقضاء وبالقانون ويجب على الحكومه ان توافق اوضاعها على هذا الاساس وتبحث كل السبل لتمكينهم من ذلك قبل الانتخابات المقبله بنتمنى طبعا مصر اليوم الصفحه الاولى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كان اجتمع على مدار اليومين الماضيين بممثلين لجناحي العداله المحامين والقضاء احنا شفنا الازمه كانت وصلت الى اغلاق المحاكم والجنازير وتعليق القضاء للمحاكمات يعني كان فيه الحقيقه امور كثيره جدا قيل ان بعض القضاء اطلقوا الرصاص باتجاه بعض المحامين في بعض الاماكن يعني الموضوع كان تفاقم بشكل كبير جدا ولكن على مدار اليومين دول اجتمع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بممثلين من مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن المحامين نتيجه بحضور طبعا المستشار حسام الغرياني ومن المحامين منتصر الزيات وحمدي خليفه ومرتضى منصور وفي النهايه خالص خرجوا الناس قدام الكاميرا وقالوا ان خلاص الازمه خلصت الازمه انتهت ولكن يعني خلونا نتحدث عن الامر بما يليق بمصر الا وهو انه حتى العنوان بتاع مصر اليوم الحقيقه انا مش تحيز مني للجورنال ولكن عجبني فكره جلسه صلح ان احنا يعني لم يتم ذلك في اطار مؤسسي وبعدين خلونا نتفق ما علاقه رئيس مجلس الوزراء بازمه تقع بين القضاه وبين المحامين الراجل مشكورا تدخل يعني باعتباره ان هو يعني هو فعلا يعني جلسه صلح مش اكتر ولا اقل ولكن لم يتم هذا الامر بشكل مؤسسي ولم يتم بشكل يعني فيه اقرار لدوله القانون زي ما احنا بنقول وكان الخلاف الاساسي هو لو نرجع تاني بالذاكره شويه على الماده في مشروع قانون السلطه القضائيه اللي تكفل للقاضي ان هو قد يحبس المحامي اذا شاف ان هو بيعرقل سير القضيه او المحاكمه
خرج المستشار حسام الغرياني وقال خلاص الازمه انتهت، وان احنا يعني ما فيش بيننا مشاكل خلاص، وان احنا هنعمل لجنه محايده للتحقيق فيما جرى على مدار الايام الماضيه، وان يا جماعه مشروع القانون ده كان مجرد مسوده بس، وحتى لسه ما تعرضتش على مجلس الوزراء في كل الاحوال لكي لا تتكرر هذه الازمات مره اخرى. اعتقد انه اذا كنا بنتكلم على قانون السلطه القضائيه يجب ان نبحث جيدا من هم الاطراف معنيين المنوطين بالأمر. والمعنيين بهذا الامر، وبالتالي يجب ان تكون هناك جلسات استماع كبيره جدا ومناقشات كثيره جدا، ربما قد يطول هذا الامر، انا ما عنديش مشكله في هذا الامر، ولكن ننتهي في النهايه خالص الى وجود قانون عليه توافق عام. لاحظي كمان حاجه مهمه جدا، ان في مشروعين تم تقديمهم، مشروع تقدم به المستشار احمد الزند، ومستشار تقدم به مشروع تقدم به المستشار احمد أحمد مكي مكي، يعني حتى يبدو ان في ما يشبه خلاف حتى داخل بيت بالضبط. القضاه، وده برضو امر الحقيقه يعني ماشي، الخلاف جيد وفي اطار الديمقراطيه، ولكن يجب ان لا يكون هذا الخلاف هو لتعطيل الامر. نحن في حاجه الى ان يكون القضاء المصري قضاء مستقل مشامخا كما يفترض به دائما، علشان حتى احنا داخلين على مرحله جديده يجب ان تكون دوله القانون هي الاساس فيها. بس لو دوله القانون انهارت ما فيش دوله. بالظبط، وعشان كده اعتقد ان التوافق مهم جدا في كل القوانين مش بس مشروع قانون طبعا السلطه القضائيه. خلينا نروح للشروق والصفحة الأولى، وانطلاق معركة الدعاية الانتخابية رسميا. تفاصيل الخبر من فضلك. المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس لجنة الانتخابات اعلن ان خلاص ان احنا بدأنا الحملات الانتخابية بقى للمرشحين في مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولكن الموضوع الحقيقة بادئ من قبل كده بكتير. احنا شايفين مؤتمرات بيقوم بها احزاب، سواء الاحزاب المحسوبة على التيار السلفي او حتى حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه واكتر من لجماعه حزب الاخوان بتاعي المسلمين، الشام. والناس بدات على طول غسيل الاحرار استخدمت الشعار، وشفنا كمان الازمه اللي فاتت كان في ازمه على موضوع شعار الاسلام هو الحل وصلنا لايه بقى بالنسبه في الاخر؟ هيستخدموا شعار الاسلام هو هم الحل؟ قالوا او قالوا ان هم هيستخدموا شعار اخر، وحتى عن طريق التحالف الديمقراطي بالظبط. اللي بقياده يعني حزب الحريه والعداله من اجل خير مصر او لخير ايوه مصر، يعني حاجه بعيدا عن شعار الاسلام هو الحل. لكن لم يتضح حتى الآن ما هي برضو المعايير الخاصة بتمويل العمليات الانتخابية دي، وسقف هذا التمويل عامل ازاي. احنا محتاجين زي ما اتكلمنا اكتر من مرة عن الكشف عن هذه التفاصيل، لانها الحقيقة حاجة مهمة جدا مهمة جدا، يعني طبعا علشان طبعا. احنا بنتكلم على شفافية وعلى عصر جديد، فيجب ان تكون كل هذه الامور متضحة. اذا كنا نتحدث حتى عن تمويل منظمات المجتمع المدني، فيجب ان نتحدث ايضا عن عن تمويل تمويل الأحزاب الاحزاب وتمويل المرشحين. صح. ده شيء مهم جدا. في كل الاحوال بدأت المعركة الانتخابية وبدأت الدعاية الانتخابية، والبعض يعني طبعا اشتغلنا بقى في الحاجات بتاع بقى توزيع اللحمة والحاجات دي برضو تم طبعا موجود. ظهر التاني للصوت. في كل الأحوال يجب في خلال الفترة دي ان احنا نركز كإعلام وكدولة على توعية المواطن بمسألة العملية الانتخابية اللي هي معقدة للغاية جدا الحقيقة، سواء عملية تصويت او متابعة هذا الامر. النقطة التانية تتعلق ب ان احنا نوعي المواطنين جيدا ان هذه الانتخابات هي انتخابات فارقه جدا في تاريخ مصر، ويجب ان يكون مشارك فيها ويجب ان نحفز على المشاركه. النقطه الثانيه والاخيره هي انه يا جماعه من فضلكم صوتك ده صوت مهم جدا جدا جدا، يجب الا تخضع لاي ابتزاز من اي نوع، ويجب الا تخضع لاي رشاوى انتخابيه من اي نوع، لا والله هدايا عينيه ولا فلوس ولا 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 هذه الامور. يجب ان يعلم الناس جيدا ان هذه الانتخابات فعلا فاصله في مهمه تاريخ مصر. جدا. نتمنى طبعا. الأهرام والصفحة الثالثة. رئيس مجلس الوزراء يدشن مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا، يعني ده موضوع يعني طال جدا طال الحقيقة، جدا وكان موجود وكان فيه وممتنع. مناقشات كثيرة جدا، ويبدو أن الحكومة حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق كانت ترفض تماما ما احنا عارفين كانت بترفض هذا ليه. الأمر يعني، ولكن في النهاية نحن أمام خطوة جيدة جدا، وهي افتتاح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الحمد في لله. 6 أكتوبر، وكان حاضر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من السادة الوزراء، ولكن موجود على الشاشة دلوقتي. طبعا ده شيء طبعا مهم جدا زي ما احنا شايفين. الفكرة احنا إذا كنا بنتكلم على دولة القانون ودولة المؤسسات، فالعلم من اهم الاشياء، يعني طبعا. مهاتير محمد في ماليزيا لما شفنا التطور اللي حصل هناك كان عنده مشروع مهم جدا 2020، وان ده هيحصل من خلال نهضة التعليم. كان في تركيز على التعليم، التعليم انعكس على كل شيء. المدينة دي مش مجرد جامعة، ولكن هي مؤسسة علمية متكاملة. نتمنى انها تؤثر وتسهم بشكل كبير جدا في النهضة العلمية في مصر، وان تكون نموذج يحتذى به في كل الجامعات المصرية، ونتمنى ان الجامعات المصرية تكون على هذا المستوى. لدينا برضو مثلا الجامعة المصرية اليابانية، لدينا خبرات كتير جدا موجودة على ارض مصر، ولكن في النهاية خالص الفيصل هو
أن يكون خريج أي من المؤسسات العلمية والتعليمية في مصر هو يصلح للعمل في سوق العمل داخل مصر وخارجها، وأن يكون مهيئا لذلك تماما. هو ده اللي احنا بنرجوه، وأعتقد أن ده كمان كان موجود في تصريحات الدكتور